ده قرار ممكن يكون ترددت فيه، لكن اخدت قرار بسرعه علشان خاطر وجود اهم احد لاعبي النادي الاهلي في الفتره الاخيره زي علي معلول. Actually, he helped me in the decision making. Also, جاري بالتواجد في الاهلي. هو اكبر مني سنا وعنده خبرات اكتر. كان بيساعدني كتير. لما كنا في تونس كان بيعاملني معامله جيده. كنت دايما عنده في البيت، كنا بنتعامل كاسره. كنا بناكل مع بعض، بنلعب مع بعض، بيحبني جدا وانا كمان بحبه جدا. وبعدين لما جالي عرض الاهلي قال لي انت لازم تيجي، وقال لي دي فرصه عظيمه ليك. انت صغير في السن وعندك فرصه كبيره انك تبقى لاعب عظيم في الاهلي. كره القدم هنا في مصر كويسه جدا، افضل من بعض الانديه في اوروبا. الموضوع كان سهل بالنسبه لي اني اخد قرار، خصوصا ان عندي صديق بالفعل موجود في النادي الاهلي وهو علي معلول. ولما وصلت مصر هو ساعدني كتير. في البدايه كنت عايش معاه لمده شهرين، وكان دايما بيفسحني وخلى الحياه اسهل بالنسبه لي. لو تفتكر كده، اول مباراه ليك لعبتها مع الصفاقس التونسي كانت مباراة قوافل القفصة، وانت احرزت هدف في اول مباراة ليك، وكان علي معلول كمان احرز هدف. فاعتقد انها كانت مباراة يعني فيها صدفة غريبة جدا ان انت تشارك في اول مباراة ليك وكمان تجيب هدف، وعلي معلول اللي هو زميلك دلوقتي كمان يجيب معاك هدف. كان احساس رائع. كنا خسرانين 1-0 وانا سجلت الهدف الثاني بعد ما سجل معلول هدف التعادل، وهدفي كان هدف الفوز. كنا بنفهم بعض بشكل كويس في الملعب. لما بيكون معاك كوره ببقى فاهم هو عايز ايه، ولما انا ببقى معايا الكوره ببقى فاهم هو كمان عايز ايه. حتى لما وصلنا مصر احنا الاثنين بوجودنا في النادي الاهلي بنكون فاهمين بعض. ده في المباريات. وفي بعض الاوقات بتكون معايا الكوره وهو بيتحرك وانا مش بديها له. ما بيبقاش متضايق مني لانه بيبقى فاهم اني عايز اعمل ايه، بالعكس بيحفزني وبيشجعني بعدها. حتى لما بفقد الكوره بلاقي نفس التشجيع منه. بصراحه كده بعد ما انضميت للاهلي، هل جونيور اجاييه عشان ما شاركش في الاول ندم ان هو ما انتقلش للاهلي، وان هو كان يفضل ان هو يبقى موجود في الصفاقس، كان واخد وضعه وكان بيلعب وكان بيشارك معاهم بشكل اساسي؟ Actually when I first arrived I did not play maybe for 2 months or 3 months also, you know, it was I was hungry to play, but I think when I saw في البدايه لما وصلت مصر وما كنتش بشارك لمده 2 أو 3 شهور اكيد كنت زعلان اني مش بشارك. Good players in the team, you understand, so I had to. لكن لما شفت الفريق قلت لازم اصبر واجتهد علشان يجي وقت. كان في لعيبه كتير جيدين في نفس مركزي، فكنت لازم انتظر واجهز. كل مره المدرب كان يجي فيها